يساهموا في بناء ليبيا الجديدة بأن يسخر وسائلهم الإعلامية لتوعية الناس ونبذ الفتنة ولم الشمل وإحياء الروح الوطنية. ودامت ليبيا حرة أبية. السلام عليكم. المميز في 2017 يناير من خلال نقل صورة الثورة والثوار في الجبهة الغربي مع كافة القنوات العربية والعالمية، وهو كذلك رئيس اللجنة العليا لمعرض ليبيا فوق الجميع ومندوب اللجنة الإعلامية لمدينة الزنتان لدى المجلس الوطني الانتقالي. الموظف الثالث فهو الأستاذ فرج خليل كويدير من مواليد 1981 بمدينة بنغازي، حيث درس في المعهد العالي للحاسوب، تحصل منه على دبلوم برمجة، كانت هوايته المفضلة التصوير، وعمل بمجال الإعلام الرياضي كإعلام بنادي الأهلي بنغازي، وكان له دور فعال في 2017 يناير لينقل الحقيقة من عدة مدن ليبية من بنغازي وحتى راس دلوف، وكذلك تجول في مدن مصراتة وزوارة والزاوية. ضيفنا الرابع هو الأستاذ بشير عبد الرحمن السويحلي، وهو قد درس الترجمة القانونية ويعمل في مجال النفط، وهو الناشط السياسي الشاب الذي برز في 2017 يناير بمشاركته في التحليل السياسي المستمر عبر قناة الجزيرة الإخبارية، وعمل كداعم لثورة 17 يناير. بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. رحمة أرواح الشهداء ولم يكن الإشكال عاشت الشرف والعودة المقبولة إن شاء الله. بالنسبة لنا احنا في المنطقة الغربية في الجبل يعني في الزنتان
لولا دعم الاخوه المقيمين بالخارج والدارسين بالخارج والله ما كنا نقدر نوصلوا حتى كلمه واحده. يعني بعلمونا كنا نبعثوا لهم في مسجد يقولوا لنا غدوة تكونوا في تونس ونجيبوا لكم التليفون، نجيبوا لكم الكمبيوتر، نجيبوا لكم الكاميرا. وعلى فكره يعني الكاميرات اللي الان احنا ممكن حتى احنا بنعرضوها في واحد من المعارض اكثر من مارشال كاميرا تكسرنا يعني في فتره الجمال، لكن ما كناش على انقطاع مع اخوتنا في مصراتة. وحبيت نشكر الاخوه الاعلاميين في مصراتة اللي استضافوني مره فراتي. في نقطه ممكن الناس هبه ما يدروش عليها لما شافوا حسين. لما يعني هم مديرين كبير ومش عارفين مين في السياره، وصلت المعلومه ان في شخصيه مهمه وكره تطلع للنجم في الرمله طبعا بحر الرمال هذا اللي ما شافهاش لابد يسمع عليه يعني بحر من الرمال ما تعرفش روحك حتى وين زي ما بدا في البحر بالضبط. داروا كبير محكم وبين بيرموا عليهم من فوق وتحت السياره وما عادش عندهم كيف حتى يلحقوا يضربوا بسلاح. يعني جرح منهم واحد بس وجرح طفيف وعالجوه. وقال لما هم لا نركز هو يجي يلوح شبشبه ونكس في التراب وغمر راسه في التراب. زي ما تقول مرض راسه ووجهه في التراب. وكان لابس لبس تاكي بدوي يعني لبس التوالي. فقال احمد عامر جيت والشيخ رجلي مش هيجري على واحد من الجماعه اللي عمل. فقال قلنا له شو اسمك؟ قال اسمي الحاج عبد السلام. قال الصوت مش غريب علي يعني قال نقول له يا حاج عبد السلام احنا ان شاء الله ما تخافش واحنا مش حنضروك ومش حندوك وما قاعد ما يعبر. الاخ العشري واحد من الحرس قال له هذا سير شوف الحكمه اللي جت للثوار في هذاك الوقت يعني والساعه واحد ونصف الليل ظلام في بحر الرمال قال ما نشوفوش فيه نسمعوا في الكلام ونواجه ما نشوفوش فيه. جاء همس في معاون اللي هو احمد عامر قال له الله اكبر في دينا سير. قال له وين سير؟ قال له اللي تحت كرعيك سير ما بوش يقولوا له احمد عامر بيفضل تحت هو يا حاج عبد السلام انت راجل كبير خل ركبوك انت الاول وانت قال ركبناه ركبت في السياره قال نطمن على اساس انه هو الحاج عبد السلام شنو حالك ما تخافش وتوقع وتشوف وخير ايش عليك خاش الرمله ولا عليك واحد قال لي قلنا له وهنا سيف عليك كنت تتحلف به في الليل يا سيف كيف تدير فيه؟ قال لنا وهالاصبع اللي تحلف فيه في الليبيين وين نسيت يا سيف؟ ما في الاول يكلموا فيه الحاج عبد السلام، الحاج عبد السلام ما يدخلها في النص قال له والاصبع اللي تحلف فيه هذا نسيت يا سيف؟ قال لي ضرب راسك قال خلاص يعني تضرب تبوس ما يبغاش منها تضرب. طبعا عملوه كويس على حسب ما سمعت. عملوه كويس. وممكن في بعض الاخوه حتى المسرات اتصلوا بي يعني يلومون على المفروض نقتل المفروض نعدم المفروض من مسراته وغير المدن وغير مسراته. فقلنا طبعا المجلس العسكري الزندان وانا لا الومهم في ذلك وعيال الزندان شافوا ان ليبيا يا اخوان كافه المعلومات ضاعت. احنا بالنسبه لي بجنب المطار مسكنا كتالوجات وعقود أسلحة نزلت واحدة منهم في الطائرة نتاع جنوب أفريقيا اللي جت بترفع قدافي وعيد. وطبعا في بعض صفقات الأسلحة في بعض الحسابات برا متورطين فيها حتى أوروبيين ومتورطين فيها بعض الدول الجوار. وحتى ولو قتلت سيف احنا مش حنوصلوا للمعلومات هذه ومش حنوصلوا للي نبوه باش نعرفوا من وراء المؤامرات اللي أحيكت الشعب الليبي بالكامل. أنا نأكدكم يا إخوان وحتى الأجندة ما زالت تخدم حتى الآن ننكر احنا ما ننكروش أن يعني المشكلة كنا نقول حلوة يجب أن نطبعوا على الناس. حاليا ليبيا فيها أجندة لبيع السلاح وشراء فيها تجار سلاح تشريك سلاح. خلينا نعوض الناس حتى يحتاطوا اللي الدولة تخاف أنها تقول الكلام هذا. فيها ناس حاليا تشري في الوثائق. الوثائق اللي مفروضين فيها الاستخبارات الأمريكية والإنجليزية أو الدول الثانية كلها يشروا فيها بالملايين الآن في ليبيا، يجب أن ننتبهوا وننبهوا الناس لهالكلام هذا. فيها حتى إعلامنا احنا دايرين معرض ليبيا فوق الجميع باش نحاولوا نجمعوا الأرشيف العام لثورة 17 فبراير. الفيديوهات والصور للأسف تباع
تباع لشركات الأشرطة المضايقية ولوكالات الأملاك. هذه ضاعت من حق ليبيا، هذا تاريخ ليبيا، هذا اللي بسجله التاريخ. يا ريت يا إخوان توعوا الناس، حتى الفيديوهات والصور المفروض ما تمنعش تطوقها، توعي هذه لليبيا التاريخ الأول لكافة ليبيا وتوصل القذافي. ما نقولش احنا نديروا نفس مدار ونطمسوا تاريخنا اللي تو اللي المفروض يقعد لي 100 سنة. وبارك الله فيكم على اللفتة الكريمة وجزاك الله. أول ذكرني أخوي بشير بالفيل، يعني احنا يمشوا فينا طبعا في الفيل، انا يمر في راكب طرابلس قلت لهم جددناها وقلنا في العيد ومش خلاص الجديده. الفيل قصه الفيل طبعا السرايا الستان الدشن من الاول، وكانت لفته من احد الاخوه من الثاني، كانوا اخوان الحقول النفطيه، كانت لدينا معلومه ممكن حتى الاخوه عندهم علم في، كانت في معلومات ان ملغم الملغمين الحقول النفطيه. فطبعا انتشرت ثلاث سرايا من ضمن هذه كتيبه خالد الوليد اللي حباهم الله لنزاهتهم بالقبض على زيد الشيطان، وبعض السرايا الاخرى بالزندان في حقل الوفاه، حقل الفيل، حقل طبعا حقول كثيره كانت في الجهاز اللاسلكي يومها يقولوا تم السيطره على الفيل، تم السيطره على الفيل، يعني تم دمجه الفيل. فمشيت طبعا واستغلوها في اصحاب نفوس ضعيفه كانت تحاول شوه سلطه الزندان ومصراته والدوار الأبطال اللي أدوا دور كبير باش يجوا لموضوع التاريخ باش يبقوا حتى في التاريخ، لكن وفقهمش الله لأن الله أكبر من كل حد. الستان هاي تنطت على سيف ربك في جنوب وبالي، كانوا يحموا هالسرايا هذه في الحقول هذه، فكانوا يرددوا في اللاسلكي الفيل 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 الفيل، تم السيطرة احنا في الفيل، احنا عندنا الفيل شدينا تسيطرنا على الفيل فاستغلوها ودفعوا موضوع الفيل. طبعا انا بزيت مشيت حتى للحديقه وسالت المجرم عليه، قال لي عادل والله الفيل لينا عامين ما رينا فيل، من اخر فيل مات عندهم ولا شيء، قال ما رينا فيها فيل. بالعكس قلنا له احنا كان في فيل وما ركبنا عليه سيف واستعرضنا 100 قرش باش نخلوه يرعى الفيل هذا، لان من يوم ما راعي جلده راعي راه درناه يرعى في الفيل بدل من يرعى في الفيل. مع احترامي